سجل دليل المركز السوري لبحوث السياسات التابع للنظام أرقاما وصفت بالمخيفة بخصوص التضخم في سوريا خلال عامين، حيث زادت أسعار المستهلك أكثر من 600% ومعدل التضخم الغذائي أكثر من 670%. كما قدم المركز مؤشرا مركبا لرصد وتحليل أسعار المستهلك والتضخم وتكاليف المعيشة على مستوى الاقتصادات المحلية في جميع المحافظات السورية للفترة من تشرين الأول عام 2020 وحتى حزيران 2022. متابع المادة ونعود للنقاش. بمنحى تصاعدي تتغير أسعار المواد الأساسية في سوريا بين ليلة وضحاها حتى أصبحت أشبه ببورصة في الأسواق العالمية، لكن على مستوى الغذائيات والمستلزمات الأولية لمعيشة المواطن. على مبدأ شاهد من أهلها، تقول دراسة أجراها المركز السوري لبحوث السياسات التابع للنظام إن معدلات التضخم باتت تسجل أرقاما مخيفة على مستوى الاقتصاد المحلي في سوريا، حيث ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة تجاوزت 600%، وارتفع معدل التضخم الغذائي فوصل لأكثر من 670%، وذلك خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول لعام 2020 حتى شهر حزيران من العام الماضي. الدراسة التي تنذر بالأسوأ كما تقول أرقامها، حين استقت نتائجها من دراسة معطيات نحو 60 سوقا تتوزع على مستوى المحافظات المسيطر عليها من قبل النظام، لافتة إلى أن التغيرات التي طرأت على معدلات التضخم خلال العامين الماضيين كانت أعلى مما شهدته الليرة السورية من تقلبات بسعر الصرف. بحسب الدراسة ذاتها، فإن معدلات التضخم المرتفعة انعكست على التدهور الحاد في الأداء الاقتصادي ومستويات المعيشة، وكذلك على الارتفاع الكبير في خطوط الفقر للأسرة السورية، حيث بلغ حد خط الفقر المدقع نحو 645 ألف ليرة سورية شهرياً للأسرة الواحدة، وبلغ خط الفقر الأدنى 1,000,000 ليرة سورية، وذلك خلال النصف الأول من عام 2022. هذه الأرقام سبقتها أرقام أخرى لا تقل رعبا، نشرتها تقارير أممية واقتصادية تؤكد على وصول شرائح أكبر من السوريين إلى قلب مطحنة الجوع، الأمر الذي يترجم بصور على الأرض من طوابير بشرية للحصول على أرغفة خبز تعدها الحكومة عليهم، وأناس باتوا يبحثون عن ما يأكلون في بلادهم من حاويات قمامتها. لمناقشة نسب التضخم هذه في سوريا معي سامر كعكرلي الخبير الاقتصادي من هانوفر. مرحبا بك سيد سامر. يعني بداية، بحسب المركز السوري لبحوث السياسات لأسعار المستهلك في سوريا، فإن أسعار المستهلك زادت أكثر من 600% ومعدل التضخم الغذائي أكثر من 670%. تحياتي لك للساده المشاهدين. خليني اثبت اول شيء معلومه بانه كل الدراسات التي تخرج في سوريا من مراكز دراسات لا يمكن ان تصدر دون المرور اليها الى اقبيه الامن والقصر الجمهوري. وانا هون شاهد عياد يحكي حدثين. بال 2005 انا كنت بفريق لتقدير الخسائر او التاثيرات التي يمكن بال 2005 وقت اغتيال الحريري ب 14 شباط، تشكلوا لجنة لدراسة تأثير المقاطعة اللي كان ينادي فيها جاك شيراك، وصلت النتائج كارثية، لم يسمح لنا بنشر الدراسة. دراسة ثانية بال 2008 عن مستوى الفقر، دراسة الفقر وقت المستوى الجفاف اللي ضرب سوريا ب 2008، أنا كنت مشارك بالدراسة وطلعت 35% بال 2008، 35% من نسبة الشعب السوري تحت خط الفقر، ويتمركز الفقر في شرقي حلب والمنطقة الجزيرة، لم يسمح لنا بتقديم بنشر الدراسة، يعني بعثنا الدراسة للسلطات الإحصائية. لذلك الآن الدراسة التي نشرت أنا حقيقة ما كثير بوثق فيها، لأنه تسريبات اللي بتقول من ناس موالية للنظام، ولكن وليست دراسات بشكل تصدر بشكل رسمي، بأنه نسبة التضخم أكبر بكثير بكثير. يعني مثلا خبيرة اقتصادية موالية للنظام قالت
بتغريدة إلى بأنه التضخم وصل بسوريا من عام 2011 إلى عام 2022 ما يعادل 16,100%. أما الدراسة اللي عم تقول فيها 400، وعلى فكرة هذا متوقع، يعني وقت دراسة الفقر إجت الخبر من الأمن أنه أوكي، ولكن خففوا النسب، يعني ما بيرفضوا هذا الموضوع. ولكن سيتم هذه الدراسة فقط يعني عام 2020 لعام 2022 فقط، يعني لعامين. يعني الآن الخبير الاقتصادي بتقول أنه 16,100، يعني الأسعار زادت 161 ضعف، لأنه نسبة التضخم 16,100. لذلك في دراسة هامة حقيقة عملها مركز العمران عن موضوع الأسعار، أنا قريت الدراسة وعنديها، عفوا عن موضوع الرواتب، بيقول بأنه كناخذ كالفئة العليا من العاملين فئة الدكتوراه، بسنة انطلاق الثورة العظيمة 2011 كان متوسط الرواتب لحملة الدكتوراه 18,000، الآن 185,000، يعني ازداد الراتب من 2011 إلى الآن 10 أضعاف. طيب الأسعار زايدة 160%، هذه الفجوة كبيرة حقيقة. لذلك يعني مهما نشر هذا النظام من بعض الدراسات لزر الرماد العيون، الواقع أقصى بكثير، وأكثر من 95% من الشعب السوري بات يعيش تحت خط الفقر المدقع اللي هو تحت الدولار بنهار. وفي ذات السياق، يعني وفق الدراسة، فإنه منذ شهر نيسان عام 2021 وحتى حزيران عام 2022 فإن التغيرات في أسعار المستهلك كانت أعلى من التغيرات في سعر صرف الليرة السورية. نعم، هذا مرتبط حتى ما قبل الثورة على فكرة هذا الموضوع، ولكن ما يعني منذ انطلاق الثورة العظيمة كادت أصبحت الفجوات يعني تقفز قفزا بخطوات أوسع. من زمان كان هذا الموضوع قبل الثورة، ولكن الآن نتيجة الفقر الجديد والحدة الكبيرة في الزيادة أو بالانهيار الاقتصادي أصبحت الفجوات كبيرة. فنعم الأسعار الموجودة لا تناسب حجم التضخم، الدخل للأسر لا يناسب تكاليف المعيشة، إذا انعكس ذلك على كتير قضايا. وحقيقة أنا لما حكيت له الخبر هلأ كتير هزني، يعني أنه أخ قتل أخوه هلأ من بنشرة أخباركم، أخ قتل أخوه بسبب جرد غاز. طبعا لأنه الفقر والجوع يؤدي لارتفاع معدل الجريمة، لارتفاع معدل آفات الاجتماعية كلها، مخدرات، دعارة، كل الأمور، الفقر بيجيب كل الأمور. والآن الشعب السوري بات 95%. طيب هلا بتسالني مين 5%؟ 5% هم من المرتبطين بالنظام حتى مو الشبيحه، يعني ما بدي اقول انه الشبيحه، لا الشبيحه كمان يعيشون، هم اصحاب القرار في هذا النظام او الحلقه الاقرب لهذا النظام، اثرياء هذا البلد. نعمك الكريم. طيب سيد سامر، يعني قلت بان النظام لا يسمح باصدار الدراسات إن لم تكن في صالحي، وهذه الدراسة صادرة عن المركز السوري لبحوث السياسات لأسعار المستهلك، وأيضا نشرت في وسائل إعلام النظام الرسمية والموالية، يعني بتقديرك يعني لماذا سمح النظام بنشر هذه الدراسة؟ أخي الكريم، يعني النظام لا يستطيع أن يدفن رأسه بالرمل، يعني بده يقدم تقارير. أنا ما قلت ما بيسمح، أنا قلت بيخفف وطأته. يعني نحن لما أجت نتيجة الدراسة ب 2008 بأنه نسبة الفقر تجاوزت 35% وتنحصر من المنطقة، زي ما قال تنشروها، خفف وطأة الأرقام فهو بده ينشرها. ولكن ما تخيل ما بين نسبة تضخم 3000 ما بين 600، لا يستطيع انه ما ينشر. النظام ما زال موجود في 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 كثير من المنظمات الدوليه، البنك الدولي، منظمه الزراعه والاغذيه، يعني لابد من تقديم تقارير لهذه المنظمات. لذلك انا ما قلت بمنعها، قلت بخفف وطأتها او بزور حتى على مستوى المجموعه العصائيه، يعني كل المجموعه العصائيه عندنا
ارقامها مزوره، يعني كانت تجينا الارقام من 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 اطويه المقابلات، خففوا هاي الفيديو هاي. فلذلك لا ثقه بالدراسات. الان هناك بعض الخبراء الاقتصاديين، بعض الموالين، انا معك عن موالين، يسرب معلومه هنا معلومه هنا. نحاول نحن ان نجمع هذه المعلومات ونقدم رؤية أقرب للواقع. حقيقة بسوريا ما في اقتصاد، ما في تقارير نظامية، ما في شيء ثابت، كله يدخل ضمن الموضوع التوقعات والتخمينات ومراقبة الأداء الحكومي ومراقبة الأسعار وسعر الصرف، ولا سيما في الأسواق السوداء. لذلك النظام يخفف وطئة هذا، هو مضطر أن ينشر ولكن يخفف وطئة ردة الفعل. نعم أخي الكريم. سامر، يعني المركز السوري لبحوث السياسات، يعني بحسب الدراسة التي أصدرها، قال أن من أسباب ارتفاع التضخم الجفاف في عام 2021 والذي انعكس بشكل واضح مباشر على التضخم الغذائي، طبعا بالإضافة إلى الأزمة المصرفية اللبنانية بحزيران عام 2020، بالإضافة للارتفاع العالمي بأسعار الطاقة. ما رأيك؟ هذا هو الهدف سيدي الكريم، مشان هيك قلت لك اللي هو بينشر هذا الموضوع، مشان دائما اولا يزور بالارقام، وثانيا يوعز الاسباب، اسباب هذه الكارثه الاقتصاديه لاسباب واهيه. يعني موضوع الجفاف، الجفاف مو اول سنه بتمر على الجفاف، ادت نوعا ما بموضوع لكن ليس بهذا الشكل. والازمه المصرفيه اللبنانيه، وشو السبب الثالث ذكرته، يعني قال انه الجفاف وارتفاع اسعار العالمي للطاقه. اوكي، انا عايش بالمانيا بالطاقه، ولا الطاقه اللي تؤدي الى ارتفاع كثير من المسعرات، انا عايش بالمانيا وكثير من الشعب السوري، ونعم في تضخم وفي زياده اسعار، ولكن زياده اسعار ونحن كلياتنا عم ناكل ونشرب بيزيد 10 سنت 5 سنت 20 سنت، ولكن مثل ما تفضل تقريركم بانه الاسعار اصبحت تقفز قفزات كبيره جدا. حقيقه واقع هذه المراكز البحوث وجدت لتخدم النظام مشان تخفي الوقائع. حقيقة الانهيار الاقتصادي الذي تسبب فيه عسكرة الموازنة السورية وتكليسها جميعها لخدمة الآلة العسكرية التي تسعى لتثبيت النظام هو السبب، لا الجفاف ولا الأسعار العالمية تؤثر. أنا ما عم أقول ما تؤثر، يعني الجفاف هناك، نحن عنا بعض المناطق اللي تعتمد على الأمطار وخاصة القمح البعل والشعير، وهناك بعض المحاصيل، ولكن لا تؤثر بهذه الفجوات الكبيرة. نعم ارتفاع أسعار الطاقة، بعدين الطاقة أسعارها بإيد الدولة، هي تسعر حتى لما تسعر أسعار الطاقة، لا يعني لما يطلع سعر الرسمي لأسعار المحروقات والمازوت شو اسمه، لا يخضع بعين الاعتبار دخل المواطن. هذا الموضوع قبل الثورة كان موجود، والمسؤول عن موضوع الطاقة هو النظام. نعم أخي الكريم. نعم، تعليق منك على ما قاله مدير المكتب المركزي للإحصاء الدكتور عدنان عباس حميدان، إن اكتفاء معظم الأسر السورية بوجبتين يوميا والبعض الآخر بوجبة واحدة فقط، ولفت إلى عدم رصد أي أسرة تحصل على ثلاث وجبات طعام، وذلك بحسب مسح تم إجراؤه على أكثر من 3500 أسرة. نعم، ولكن أعتقد بأنه الواقع أمر بكثير، يعني أنه وجبتين في ناس حتى الوجبة ما يطلعون. أخي الكريم، يعني الفرق ما بين التضخم وتكاليف المعيشة فرق شاسع جدا جدا. يعني أنا حكيت لك هلا بعض الأرقام، ودراسة عمران مهمة، مؤشر الجوع في سوريا، أصبحت سوريا انتقلت للمرتبة 100 من أصل 120. الجوع بكرة بنشوف نتائجه الكارثية. الجوع يسبب إلى حالات أمراض، حالات تقلصوا، حالات تشويه الأجنة، هناك كوارث قادمة. الذي صرح فيه رئيس المكتب هو واقع، ولكن واقع مخفف وطأته. الواقع أسوأ بكثير من ذلك. التقارير الدولية، مع العلم بأنه مع شحة التقارير المحلية، إلا أن تشير بأنه مستوى الجوع وتحت الأمن الغذائي أصبح الشعب السوري 95% تحت خط الفقر المقطع. وهذه الصور التي تتعرضونها الآن يعني نعم، هو دليل على ذلك. نعم أخي الكريم. نعم، شكرا لك أستاذ سامر كعكرلي الخبير الاقتصادي، كنت معي من هانوفر. شكرا لك، تحياتي. وفي ملفنا الثاني،
نطل على المخاطر التي ترافق موسم الزيتون في إدلب.